أنت ذكرت أنه يعني يوجد بعض الأعراض تظهر على المريض مما يستدعي يعني غالبا الجراحة من انفراد قدم وإلى ما هنالك. متى يعلم المريض أنه عليه مراجعة طبيب جراح العصبي بشكاية ديسك؟ يعني غالبا ما يألمه ظهره فيفكر مثلا بقضية تشنج عضلات أو أنه يعني عبارة عن اقتراص وسيزول. متى يعلم أنه عليه مراجعة الطبيب لحالة ضروري؟ تماما. هلق الاعراض الديسك اللي احنا بنسميها اعراض الديسك، ان كان الديسك القطني فهو الم اسفل الظهر، الم شديد معند على الراحه حتى على بعض العلاجات الدوائيه، بيرافقه وقت اللي بيتطور انتشار جذري، يعني انتشار الطرف السفلي الايمن او الطرف السفلي الايسر او الطرفين معا، وبيكون مؤلم هذا الانتشار الجذري، يعني الم بنسميه قطني جذري. نعم. ألم قطني جذري يصل حتى الإبهام أو مشط القدم أو أخمص القدم. فهون المريض بهيك حالات بيراجع طبيب الجراحة العصبية ليفحص جسمه، يفحص نفسه أنه هل أنا معي فتق نوالبي أو ديسك بالعامية، واللي هو فقط مجرد ألم قطني، ألم تشنجي، ألم على البرد مثلا، ألم على التعب أو التهاب مفاصل. فعنا كتير تشعبات تفرعات للألم القطني لعدة أسباب، ولكن بدراجة طبيب الجراحة العصبية مشان تشخيص انه هو عنده فتق نوى لبي قطني او لا.